قناة روايتستان تقدم جريمة البرج، وهي إحدى مغامرات اللص الظريف أرسل لوبين، ومن تأليف موريس لابلا، أداء صوتي أحمد رمضان ويسرى سعد الدين. فتحت هوريت دانييل نافذتها ونادت بصوت خافت: روزيني، أين أنت؟ فأجابها صوت رقيق منبعث من بين الأشجار الضخمة المتعانقة المحيطة بالقصر: أنذا؟ فانحنت هوريتس إلى الأمام وأرسلت بصرها بين الأشجار، فرأت رجلا قصير القامة بدينا وقد استند إلى جذع شجرة ورفع إليها وجها سمينا به لحية شقراء. سألها الرجل: ما ورائك؟ لقد قام جدل عنيف بيني وبين عمي وزوجته ليلة أمس، وأصار الاثنان على عدم توقيع الصق الذي وضعه مسجل العقود، والذي يتضمن نزولهما عن البائنة التي تركها لي والدي عند وفاته. وهل نسى عمك فضلا عن ذلك أنه الذي اختار لك ذلك الزوج الذي بليت به وأنه المسؤول عنه؟ فقاطعته هوريتس: مهما يكون من أمر فإنه يصر على الرفض. وإذن؟ فسألته ضاحكة: أما زلت مصمما على اختطافي والهرب بي؟ إن تصميمي أوطد مما كان قبلا، وأنت تعلمين أنني مجنون بك. ولكنني للأسف الشديد لست مجنون بك. أنا لا أطالبك بأن تجنبي شغفا، كل ما أرجوه هو أن تحبيني قليلا. أحبك قليلا، إنك تطلب الكثير. أطلب الكثير؟ إذن لماذا وقع اختيارك علي دون سواي؟ ذلك ما قضت به المصادفة البحتة، فإنك جئت في وقت أشعر فيه بأشد أنواع الملل والسأم، ولما كنت شغوفة بالمغامرات والمفاجآت فقد فكرت في أن أجازف بالفرار معك، طمعا في أن أتذوق طعما جديدا للحياة. خذ إليك حقائبي. وألقت إلى روسيني بحقيبتين من الجلد فتلقفهما بيديه وغمغمت قائلة: ها أنا ذا أترك مصيري بين يديك، والآن عليك أن تنتظرني بسيارتك عند رصيف إيف وسألحق بك بجوادي. يا الله، ولكنني لا أستطيع اختطاف جوادك. كن مطمئنا، فالجواد يعرف كيف يعود وحده إلى القصر. هذا حسن، وبهذه المناسبة من هو ذلك البرنس ريني الذي يقيم في القصر منذ 3 أيام والذي لا يعرف أحد حقيقة أمره؟ لا أعلم، فقد قابله عمي في حفلة صيد عند بعض أصحابه فدعاه إلى زيارتنا وقضى بقية فصل الصيد في أملاكه. يخيل لي أنه وقع من نفسك موقعا حسنا، وأنك تجدين لذة في التحدث معه ومعاشرته، فإنك خرجت معه أمس في نزهة طويلة، ولكني أصارحك القول بأن هذا الرجل لا يعجبني ولا تطمئن إليه نفسي. بعد ساعتين نكون قد ابتعدنا عن هذه المنطقة، ومتى افتضح الأمر وعلم البرنس سير جيرينين أنني هربت معك فلا شك أن عاطفته نحوي سيدركها الفتور. إننا أطلنا الحديث يا صاحبي، والوقت ضيق لا يسمح لنا بالتبذير فيه. وظلت من نافذتها ترقب روسيني وهو يبتعد بين الأشجار والحقيبتين توشكان على أن تقسم ظهره، وما زالت تشيعه حتى غاب عن بصرها بين الأشجار، وعندئذ أغلقت نافذتها. وفي تلك اللحظة دوى في الفضاء صوت نفير أعقبه في الحال نباح عدد كبير من الكلاب، ذلك لأنه كان من المقرر في ذلك الصباح افتتاح موسم الصيد والقنص في الغابات المحيطة بقصر لاماريز الذي يملكه الكونت ويلروج، وكان الكونت وزوجته الكونتيس قد دعوا بهذه المناسبة طائفة من الأصدقاء لقضاء موسم الصيد عندهما كما جرت عادة النبلاء. سمعت هوريتس صوت النفير ونباح الكلاب فأشفقت أن تفاجأ قبل أن تفر، وأسرعت إلى المرآة فرتبت شعرها وإلى ملابس الركوب فارتدتها، ثم جلست أمام مكتبها وشرعت تكتب رسالة وداع إلى عمها الكونت ديليروج،
ولكن كان عزيزا عليها أن تكتب هذه الرسالة، ولم يسعفها ذهنها بما يجب أن تقول. وأخيرا عدلت عن فكرة الكتابة وقالت تحدث نفسها: سأكتب إليه فيما بعد حين ينفذ غضبه ويصفح عن فعلتي التي سوف تصيب كبرياءه في الصميم. وذهبت تتهادى بقامتها الرشيقة حتى بلغت قاعة الطعام الفسيحة، وهناك وجدت أن عمها وضيوفه قد بكروا في النهوض واستعدوا للصيد قبل بزوغ الفجر، وداروا جميعا بالمائدة لتناول طعام الفطور. ورأت هوريتس عمها، وهو رجل كبير الجسم كأمثاله من أصحاب الأملاك في الأقاليم، وبيده كأس مليئة بالشراب، وهتفت بعد أن قبلت جبهته: ماذا تفعل يا عمي؟ أتقبل على الشراب قبل مطلع الشمس؟ فهز الكونت كتفيه وقال: ألا يخرج الإنسان عن المألوف مرة واحدة في العام؟ ولكن الكونتيس سوف تناقشك الحساب. إن الكونتيس مصابة بصداع ولن تبرح غرفتها هذا الصباح. ثم استطرد بعد لحظة بلهجة جافة: وبعد، فهذا ليس من شأن الكونتيس وليس من شأنك كذلك يا صغيرتي. وفي تلك اللحظة اقترب البرنس ريني من هوريتس، وكان البرنس شابا في مقتبل العمر على جانب كبير من الرشاقة والأناقة، ممتقع الوجه قليلا، ولكن هذا الامتقاع كان يكسب تقاطيعه شيئا من النبل. أما نظراته فكانت تنم عن مزيج من الدعة والقسوة، وكان يتألق في عينيه بين الفينة والفينة وميض الدهاء والتهكم. أحنى البرنس قامته أمام هوريتس وقبل يدها في احترام وقال: هل تسمحين لي بأن أذكرك بوعدك يا سيدتي العزيزة؟ وعدي؟ نعم، فقد تم الاتفاق بيننا على أن نقوم اليوم بالرحلة التي قمنا بها أمس، وأن نزور ذلك القصر العتيق المغلق الذي أثار أمره فضولنا، والذي يسميه القوم قصر هالينجر. فأجابت في شيء من الخشونة: إنني شديدة الأسف يا سيدي، لأن هذه الرحلة التي تقترحها طويلة وأنا متعبة قليلا، ولذلك سأكتفي بنزهة قصيرة حول القصر ثم أعود. وساد الصمت بينهما لحظة، ثم ابتسم البرنس ريني وقال بصوت لا يسمعه سواها: أنا واثق أنك ستبرين بوعدك، وإنني سأكون زميلك في هذه الرحلة، وذلك أفضل. أفضل بالنسبة إلى من؟ إليك بالتأكيد، أليس كذلك؟ بلى، وبالمناسبة إليك أيضا، أنا واثق من ذلك. فصعدت إلى وجهها حمرة طفيفة وأجابت: لست أفهمك يا سيدي. المسألة واضحة لا غموض فيها ولا لبس، فالطريق إلى قصر هالينجر بديع، والقصر يثير فضولا، ولا توجد نزهات أخرى تجمع بين هاتين الصفتين. أنت لا تنقصك البراعة في الإغراء يا سيدي. ولا إلا الإصرار يا سيدتي، سأنتظرك عند قصر هالينجر. فظهرت على وجهها علامات الضجر والملالة، ولكنها لم تجب، بل حولت إليه ظهرها وخرجت. وكانت قد أصدرت أمرها بإعداد جوادها، فوجدت أحد الخدم في الخارج ممسكا بالجواد، فامتطته وصارت به نحو الغابة التي تترامى وراء الحديقة. كان الجو صحوا جميلا والسماء صافية، فارتاحت هوريتس إلى هذه النزهة في تلك الساعة المبكرة، وما زالت تجد بجوادها حتى وصلت إلى رصيف إيف بعد نصف الساعة تقريبا. وهناك جذبت عنان جوادها وأرهفت السمع، ولكنها لم تسمع أي حركة أو صوت، وتساءلت: ترى أين ذهب روسيني؟ وخطر لها أنه ربما أخفى سيارته بين الأشجار وأوقف محركها حتى لا يفطن إليه أحد. وأجالت الطرف حولها ورأت مكان السيارة، فترجلت عن ظهر جوادها، وبعد تردد قصير شدت عنان الجواد إلى إحدى الأشجار في غير عناية، بحيث يتسنى للجواد في أي لحظة أن يتخلص وأن يعود إلى القصر. وبعد إذن استأنفت السير على قدميها حتى اقتربت من مكان السيارة، وهنا برز لها روسيني
وأسرع نحوها وتأبط ساعدها وهو يقول: أسرعي أسرعي، لقد دخلني القلق من غيابك وخشيت أن تكون قد عدلت عن رأيك. يا الله، أيمكن هذا؟ إنني لا أكاد أصدق عيني. فابتسمت وقالت: يخيل إلي أنك سعيد؟ إنني أسعد مخلوق في هذا العالم يا هوريتس، وسوف تكونين سعيدة كذلك. ثقي أن حياتك ستكون بعد الآن حلما ممتعا لا نهاية له، وأنني سأوفر لك أسباب كل النعمة والرفاهية. السعادة؟ أنا أكفل لك سعادتك. ووصل عندئذ إلى حيث كانت السيارة، فأدار روسيني المحرك ووثبت هوريتس إلى الداخل، وما هي إلا لحظة حتى كانت السيارة تنهب بهما الأرض نهبا. على أن السيارة لم تكد تصل إلى نهاية رصيف إيف حتى دوى طلق ناري من الغابة الواقعة على يمين الطريق، فاهتزت السيارة ومالت على الجانب الأيسر، واضطر روسيني أن يوقفها في الحال. ووثب إلى الأرض وألقى على السيارة نظرة سريعة ثم قال: لقد انفجر إطار إحدى العجلات. فصاحت هوريتس: كلا، لقد أطلق بعضهم النار على السيارة. هذا مستحيل يا عزيزتي. وفي هذه اللحظة دوى من جوف الغابة طلقان ناريان آخران، فضرب روسيني الأرض بقدمه وقال وهو يضع إصبعه على الثقب الذي أحدثته الرصاصة: هذا صحيح، ويل للشقي إذا وضعت يدي على عنقه، ولكن ما العمل الآن؟ ووقف بالقرب من السيارة وأرسل بصره على طول الطريق، ولكنه لم يرى أحدا يستطيع أن يلتمس منه المعونة. سنقضي في هذا المكان ساعة على الأقل حتى يتسنى لنا إصلاح هذا العطب، فما قولك في ذلك أيتها العزيزة؟ فوثبت هوريتس من السيارة وأسرعت نحوه وهي تقول: سأذهب. لماذا وإلى أين؟ أريد أن أعرف، لقد أطلق الرصاص على سيارتنا فيجب أن أعرف الفعل. بل أرجو أن تبقي معي، يجب ألا نفترق يا هوريتس. وهل تعتقد أنني أستطيع الصبر ساعتين أو ثلاثا حتى تفرغ من إصلاح العطب؟ ولكن مشروعنا وخطتنا. نستطيع أن نتحدث في هذا غدا، أما الآن فسأعود إلى القصر وأعد حقيبتي ثم ألحق بالضيوف الذين انطلقوا للصيد. لابد أنهم افتقدوك وبحثوا عنك. هوريتس، أنت تعلمين أن الذنب فيما حدث ليس ذنبي، وأن فقطعته. أنا لا أقول إن الذنب ذنبك، ولكن الرجل الذي يريد أن يخطف إحدى النساء أو يهرب بها إلى حيث لا يراهما أحد يجب ألا يترك صاحبته على قارعة الطريق بضع ساعات، لا لشيء إلا لأنه نسي إعداد عجلة إضافية للطوارئ. إلى اللقاء يا عزيزي. وعادت أدراجها في الطريق التي قطعتها السيارة، وكان من حسن حظهما أن وجدت جوادها حيث تركتها فامتطتها وانطلقت به في طريق مقابل لقصر لاماريز. لم يكن عندها شك في أن الذي أطلق الرصاصة على السيارة فعطلها هو البرنس سيرجي ريني، فغمغمت تقول في غضب: إنه هو ولا أحد سواه. واشتد بها الغضب لخذلانها حتى تفجرت الدموع من عينيها الساحرتين. ولو كان البرنس ريني أمامها في تلك اللحظة لما ترددت في أن تنهال عليه ضربا بصوتها. كانت ناقمة عليه أشد النقمة، ليس فقط لهذه الفعلة الأخيرة، وإنما كذلك لسلوكه حيالها في الأيام الثلاثة الأخيرة. فقد كانت تشعر رغم أدبه الجم أنه يحاول اجتذابها إليه بمزيد من اللطف والقسوة، ويحاول إخضاعها له بإذلالها وتحطيم إرادتها. ووصلت هوريتس أخيرا إلى الوادي البديع الذي يطلق عليه القوم في تلك المنطقة اسم سويسرا الصغيرة، ولاح لها في نهاية الوادي ذلك القصر العتيق المعروف بقصر هالينجر. لكزت جوادها فراح ينهب بها الأرض، ولم تنقض بضع دقائق حتى أشرفت على سور القصر فصارت في محاذاته، وما إن اجتازت بضعة أمتار حتى وقع بصرها أمام باب القصر على البرنس سيرجي ريني،
وكان واقفا بجانب جواده كأنه ينتظرها. فلما ترجلت عن ظهر جوادها اقتربت منه في الحال وقبعته في يده وأحن قامته أمامها باحترام شديد، وشرع يشكرها لبرها بوعدها وإسراعها لمقابلته في الموعد، ولكنها قطعته بأن صاحت به: صبرا يا سيدي، لي قبل كل شيء كلمة أريد أن أقولها. لقد وقع منذ وقت قصير حادث لم أستطع تفسيره. لقد أطلقت رصاصة على سيارة كنت أتنزه بها، فهل أنت الذي أطلقت هذه الرصاصة؟ نعم. فظهرت عليها علامات الدهشة الشديدة. إذن أنت تعترف؟ إنك طرحت سؤالا يا سيدتي فأجبت عنه. ولكن كيف وجدت الجرأة على إطلاق الرصاص على السيارة؟ وبأي حق؟ إنني لا أزعم أن لي حقا، ولكني أديت واجبا. أديت واجبا؟ ماذا تعني؟ نعم، إنني لم أفعل غير ما حتمه علي الواجب، فقمت بحمايتك من رجل أراد أن يستثمر الحالة النفسية التي تعانينها وأن ينتهز فرصة الحياة التعسة التي تحيينها. فقاطعته بلهجة خشنة: سيدي، إنني أحذر عليك التحدث في هذا، فإن لي مطلق الحرية في أن أفعل ما أريد، وقد ذهبت مع هذا الرجل بإرادتي ولم أكن. فقاطعها بدوره قائلا: سيدتي، إنني سمعت وبطريق المصادفة ذلك الحديث العجيب الذي دار بينك وبين مسيو ريسيني صباح اليوم، وأدركت في الحال أنك لست شديدة الارتياح إلى الفرار مع هذا الرجل، وأنا أشعر بأن الخطة التي وضعتها ونفذتها لإحباط مشروع روسيني تنطوي على شيء كثير من الغلظة وفساد الذوق، وأنا أعتذر عن ذلك بكل تواضع وخشوع، ولكني أردت مهما كلفني الأمر أن أمنحك فسحة من الوقت لإعادة التفكير قبل أن تقطعي في مصيرك برأي حاسم. إنني فكرت في الأمر مليا يا سيدي، ومتى حزمت رأيي على أمر فإنني لا أرجع قط عما اعتزمت. بل إنك ترجعين في بعض الأحيان يا سيدتي، والدليل على ذلك وجودك هنا الآن. فعضت هوريتس شفتها، ولكن هذا الحديث كان قد خفف من حدتها وحدة غضبها، وراحت تنظر إلى ريني وفي عينيها تلك الدهشة التي يشعر بها الإنسان حين يجد نفسه أمام أشخاص غير عاديين قادرين على أكثر مما يستطيع الغير، فاعلين للخير، لا يصدرون فيما يبرمون عن أنانية أو منفعة شخصية. اعترفت في الحال بينها وبين نفسها بأنه لم يصدر فيما فعل إلا عن حسن نية، وإلا كما قال قياما بواجب الرجل الشهم الكريم حيال المرأة التي توشك أن تتعثر. قال لها في لطف وهدوء: إنني لا أعرف عنك إلا القليل جدا يا سيدتي، ولكن هذا القليل فيه الكفاية لا أن يحملني على الاهتمام بأمرك. إنني أعرف عنك يا سيدتي أنك الآن في 26 من عمرك، وأنك اقترنت منذ 7 أعوام بأحد أقرباء الكونتيس ديليروش امرأة عمك، ولكن زوجك كان شابا غريب الأطوار ضعيف القوى العقلية، مما دعا أخيرا إلى وضعه في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية، وبذلك استحال عليك الحصول على الطلاق. ولما كان عمك قد بدد البائنة التي تركها لك أبوك، فإنك اضطررت إلى أن تعيشي مع عمك وزوجته، غير أن الحياة في قصر لامريز كئيبة حزينة تدخل السأم والملالة على نفس صبية مثلك ممتلئة فتوة ورغبة في أن ترى وتسمع وتتحرك. وزاد الطين بلة أن عمك الكونت وزوجته في شقاق دائم، وأعرف كذلك من أمر عمك هذا أن زوجته الأولى هجرتها وفرت مع عشيقها، وكان هذا العشيق هو الزوج الأول للكونتيس، وقد جمعت النكبة المشتركة بين عمك الذي هجرته زوجته والكونتيس التي هجرها زوجها، وتوهم الاثنان أنهما يستطيعان أن يحيل شقاءهما حياة سعيدة إذا تزوجا، وقد تم الزواج بينهما فعلا،
ولكنهما لم ينالا في الحياة الزوجية السعادة التي يبغيانها، وكانت النتيجة أن ساد القصر جو حزين كئيب مضطرب ليس من شأنه أن يرضي حسناء عصرية مثلك، فأصبحت تتوقين إلى أي تغيير ولو من سيء إلى أسوأ. وفي أحد الأيام قابل قيروسيني وشغف بك وعرض عليك أن تهربي معه، وأنت لا تحبينه ولكنك تشعرين بأن شبابك يوشك أن يذهب هباء، وأنت فضلا عن ذلك شغوفة بالمفاجآت وتريدين حياة حافلة نشطة. صفوة القول أنك قبلت آخر الأمر أن تهربي معه، ولكنك كنت تضمرين له الغدر وفي نيتك ألا تنيليه منك منالا وأن تفلتي من قبضته في أول فرصة، وكان لك من وراء هذه الخطة غرض آخر، هو أن تحدثي بفرارك فضيحة تزعج عمك وترغمه على النزول على إرادتك، فيرد إليك ما أكل من أموالك ويوقف عليك مرتبا شهريا يمكنك من أن تعيشي مستقلة عنه. هذا كل ما أعرفه عنك يا سيدتي العزيزة، والآن أمامك أن تختاري بين أن تضعي نفسك بين يدي مسيور السيني وبين أن تعهدي إلي بأمرك. سمعت هورتي هذا الحديث الواضح الجلي دون أن تنطق بكلمة واحدة، فلما فرغ البرنس ريني من كلامه رفعت إليه عينيها وألقت عليه نظرة تساؤل، ترى ماذا يريد هذا الرجل؟ ولماذا يطلب إليها بتلك اللهجة الجريئة الرزينة أن تعهد إليه بأمرها وتتخذه حاميا لها ونصيرا؟ لقد طلب إليها ذلك بدافع من الرغبة البحتة في فعل الغي هل طلب ذلك إليها؟ هل طلب إليها ذلك بدافع من الرغبة البحتة في فعل الخير؟ ترك لها البرنس ريني أن تفكر وعمد إلى الجوادين فشد عنان أحدهما إلى عنان الآخر، ثم وقف أمام باب القصر وراح يتأمله عن كثب. كان الباب مصنوعا من الخشب السميك المتين، وقد صمر جانباه بقطعة من الخشب على شكل صليب، وألصق تحت هذا الصليب منشور انتخابي يرجع عهده إلى 20 سنة مضت، وكان وجود هذا المنشور على حاله دون أن يناله أي تمزيق دليلا على أن أحدا لم يفتح باب القصر منذ ألصق هذا المنشور، أي منذ 20 سنة على الأقل. أخرج البرنس ريني من جيبه خنجرا ومزق به المنشور الانتخابي وكشف بذلك عن قفل الباب، ثم أخذ من جيبه أداة أخرى انتزع بها الصليب الخشبي الذي صمر على شطري الباب، وشرع بعد ذلك يعالج القفل بمهارة ولباقة، وما هي إلا دقيقة واحدة حتى فتح باب القصر. ورأى ريني وصاحبته أمامهما أرضا فسيحة جدباء ينهض ورائها قصر عتيق ذو 4 أبراج. تحول ريني إلى هورتس وقال لها، ليس هناك ما يدعو إلى العجلة، وسيكون في وسعك في مساء اليوم أن تحزمي أمرك وتتخذي قرارك، وإذا حاول مسيور السيني مرة أخرى أن يقنعك ووفق في ذلك فإنني أقسم بشرفي ألا أقف في طريقك بعد ذلك أبدا، أما الآن فإنك معي وأرجو أن تلقي إلي بالك وأن ننفذ ما اتفقنا عليه أمس كما لو لم يكن قد حدث شيء. إننا قررنا أمس أن نزور هذا القصر، فهل أمي بنا نزوره؟ ففي مثل هذه الزيارة تسلية وترفيه وقطع للوقت، وأنا واثق أن الملالة لن تجد سبيلها إلى نفسك. كان يتكلم بلهجة تحمل على الطاعة، وكان أسلوبه وصوته يجمعان بين الأمر والرجاء، فلم تحاول هورتس رفضا، وشعرت برغبة غامضة في مرافقة هذا الرجل الغامض إلى حيث يريد الذهاب بها. دخل القصر فتبعته دون أن تنطق بكلمة، وصعدت معه سلما حجريا متهدما، وقابلهما باب موصد كذلك بقطعة من الخشب على شكل صليب، فنزعها البرنس ريني وفتح الباب بالطريقة التي فتح بها باب السور الخارجي، ودخل وتبعته هورتس، فوجد نفسيهما في صالة فسيحة
بها بعض قطع من الأثاث قد تراكم عليها الغبار وخيم فوقها العنكبوت. وصار البرنس ريني إلى ستار من القطيفة الزرقاء قد نقش عليه شعار يمثل نسرا قابعا فوق صخرة. قال ريني: هذا بغير شك شعار الأسرة التي تملك هذا القصر. وحرك الستار فوجد خلفه بابا. لابد أن هذا باب غرفة الاستقبال. وقد وجد ريني شيئا من الصعوبة في فتح هذا الباب بالطريقة التي اتبعها مع البابين السابقين، واضطر آخر الأمر إلى أن يلجأ إلى قوته الجسمانية، فأسند كتفيه إلى الباب ودفعه دفعة قوية ففتح في الحال. ولم تكن هورتس حتى هذه اللحظة قد نطقت بكلمة واحدة، ولكنها راحت ترقب زميلها في فضول شديد، ولم تتمالك نفسها من الشعور بالدهشة للمهارة العظيمة التي كان يمارس بها فتح الأبواب. وقد أدرك ريني شعورها فقال: ليس أسهل علي من معالجة الأقفال، فقد كنت في حداثتي شغوفا بهذه الصناعة الدقيقة. ولكنها أمسكت بساعده فجأة وغمغمت: ألا تسمع؟ ماذا؟ وأرهف أذني، وما لبث أن قال: هذا في الحق غريب. فهتفت هورس وهي في أشد حالات الدهشة والذهول: اصغي اصغي، أليس هذا عجيبا؟ والواقع أنهما سمعا صوتا منبعثا من مكان قريب، وكان الصوت منتظما، فأدركا في الحال أنه صوت ساعة دقاقة. وأدهشهما أن يسمعا في هذا السكون الشامل هذا الصوت الوحيد الذي بقي حيا في ذلك القصر المهجور. ولكن بأية معجزة ظلت هذه الساعة تتحرك طيلة هذه الأعوام؟ غمغمت هورتس وفي صوتها رنة جزع وذعر: هل هذا ممكن؟ كيف تواصل الساعة عملها وجميع الشواهد تدل على أن أحدا لم يدخل القصر منذ 20 سنة؟ نعم، كيف تواصل الساعة عملها؟ إذن فلم يجب البرنس سيرجي ريني، بل عمد إلى النوافذ الثلاثة ففتحها وسمح للضوء والهواء بأن ينفذ إلى الغرفة. كانت الغرفة حقا هي غرفة استقبال، وكل شيء فيها في موضعه، وليس ثمة أي أثر لاضطراب أو فوضى في الأثاث. كأن أصحاب القصر قد تركوه فجأة دون أن يحرك أحدهم شيئا من موضعه، بل ولم تنقل الكتب التي كانوا يقرؤونها في قاعة الاستقبال من أماكنها. أقبل البرنس ريني على الساعة العتيقة يفحصها، ففتح دولابها الخشبي الصغير ورأى البندول يتحرك وقال: هذا عجيب، فهذه الساعة من النوع الذي يعمل باستمرار مدة أسبوع قبل أن يملأ زنبرقها، فكيف حدث أنها ظلت تعمل 20 سنة؟ وقلب حاجبيه في دهشة حقيقية، ولكنه لم يقنط من معرفة السر. وفجأة لاحظ لأول مرة وجود شيء في قاع صندوق البندول، فتناوله وفحصه وازدادت دهشته وقال: هذا منظار مكبر، فلماذا جاء به هنا؟ ثم إن حالته تدل على أن شخصا أعده ليرى به شيئا معينا، ثم قذف به إلى جوف هذا الصندوق دون أن يعيده إلى حالته الطبيعية، أي دون أن يغير طول أنبوبتي المنظار. وفي هذه اللحظة دقت الساعة 5 دقائق. فتبادل ريني وهورتس نظرة عجب ودهشة، ولم يجد البرنس ريني في الحال ما يميط اللثام عن سر هذه الساعة العجيبة، ولكنه لم يقنط ولم يستولي عليه اليأس، وقصد لتوه إلى باب في أحد أركان الغرفة فنفذ منه. تدل جميع الشواهد على أن أهل الدار جعلوا منها غرفة للتدخين، فقد رأى بقايا لفافات التبغ في صفحات معدنية عليها الصدأ، على أن ما لفت نظره أكثر من أي شيء آخر وجود صندوق من النوع الذي يستعمل في حمل البنادق موضوعا فوق طاولة في غرفة التدخين. وكان هذا الصندوق خاليا من بندقيته، ورأى ريني على الجدار تقويما قد نزعت أوراقه حتى يوم 5 سبتمبر. وكانت هورتس قد تبعته إلى غرفة التدخين، فلم يكد يقع بصرها على هذا التاريخ حتى هتفت في دهشة: ما أعجب هذا،
نحن اليوم في 5 سبتمبر، وقد نزع أصحاب هذا القصر أوراق التقويم حتى يوم 5 سبتمبر، أي منذ 20 سنة بالضبط. فغمغم ريني: نعم، هذا عجيب، ومعناه أن أصحاب هذا القصر قد أقاموا فيه حتى يوم 5 سبتمبر منذ 20 سنة تماما، ثم هجروه فجأة ولم يعد أحدهم إليه. اعترف معي أن هذه المصادفات جميعا لا تخلو من الغرابة. هذا صحيح، ومع ذلك ماذا؟ هل خطر لك خاطر؟ فأجاب بعد تفكير قليل: إن ما يدهشني أكثر من سواء هو وجود هذا المنظار المكبر في صندوق الساعة، بحالة تدل على أنه أخفي في الصندوق في اللحظة الأخيرة. ولكن فيما كان يستخدم هذا المنظار، إن الإنسان لا يرى من خلال هذه النوافذ سوى أشجار الحديقة وجدار السور الذي يحيط بها، والإنسان لكي يستخدم هذا المنظار يتعين عليه أن يصعد إلى ارتفاع عظيم. فهل ثمة ما يمنعك من الصعود معي إلى برج القصر؟ لم تتردد هوريد، فقد أثارت فضولها تلك الملاحظات التي أبداها البرنس ريني، وشعرت برغبة شديدة في التغلغل معه إلى أعماق السر الذي يحيط بهذا القصر العتيق، فتبعته دون تردد، وصعد الاثنان السلم الأساسي حتى إذا بلغ الطابق الثاني قصد السلم الحلزوني الموصل إلى قمة البرج. صعد ذلك السلم على مهل حتى بلغ نهايته، وانتهيا إلى شبه كشك علوي صغير ذي جدار يبلغ ارتفاعه 2 متر. نظرت هوريتس إلى البرنس ريني في خبث وقالت: ها أنت ذا ترى أنه لم يكن في الاستطاعة استخدام المنظار المكبر من هنا، فجدار هذا الكشك أعلى من قامة الإنسان، والمنظار المكبر يمكن أن يكون قد استخدم للإشراف من هذا البرج على المنطقة المجاورة. إنني أرى غير هذا، إنني أرى غير هذا الرأي، وأعتقد أنه لابد من وجود منفذ من هنا إلى الخلاء. ورأى فجأة على جدار البرج من الداخل قطعة من الحديد أشبه بمطرقة الباب، فمد إليها يده وحركها، فتحركت وكشفت عن ثقب، فهتف البرنس ريني وفي عينيه نظرة فوز وظفر: انظري، من هذا الثقب يستطيع الإنسان أن يطل منه على المنطقة المجاورة. ووضع المنظار في الثقب، فلم يسع هوريتس إلا الاعتراف بأن هذا الثقب قد صنع خصيصا لهذا المنظار، والواقع أن الثقب كان يتسع تماما للمنظار بحيث لم يكن في الإمكان تحريك المنظار يمينا أو يسارا. وأرسل البرنس ريني بصره من خلال المنظار دون أن يحرك مداه أو يغير من طول أنبوبتيه، فرأى الأدغال والأشجار المحيطة بالقصر على مرمى البصر، ورأى لأول مرة بقايا برج عتيق لقصر تخرب منذ 10 أعوام. وكان هذا البرج يقع على بعد 700 متر تقريبا من المكان الذي وقف فيه ريني وصاحبته. كان يحدث نفسه وهو يفحص محوطات القصر بقوله: ترى ماذا كان يتأمل صاحب هذا المنظار؟ إنني لا أرى سوى الأشجار الباسقة المتعانقة، ولا أرى غير الحقول المنبسطة وهذا البرج الخرب. إن هذا البرج في الواقع الشيء الوحيد الذي يلفت النظر. وسدد المنظار نحو بقايا البرج وأمعن النظر بدقة، وظل دقيقة أو دقيقتين ساكنا صامتا جامدا، ثم نهض أخيرا واقفا وغمغم: هذا مخيف، هذا في الحق مخيف. فسألته في قلق: ماذا؟ انظري. وأعاد المنظار إلى الثقب، فركعت هوريتس على ركبتيها وأطلت منه على البرج العتيق، ولكنها لم تره في وضوح وجلاء، واضطر البرنس ريني إلى أن يغير مدى المنظار ويطيل أنبوبته لكي تتمكن من رؤية المنظر الذي وصفه بأنه مخيف. وما لبثت هوريتس أن رأت شيئا رابها فغمغمت: إنني أرى ثوبين. فهتف بها: بل انظري بإمعان، تأملي القبعتين والوجهين اللذين تحتهما. فأمعنت هوريتس النظر وتبينت ما أرادها ريني أن تتبينه، وصارت في جسدها رعدة شديدة وهتفت: يا الله، هذا مزعج، هذا مخيف،
تبينت بواسطة المنظار مخلوقين أحدهما يرتدي ثياب الرجال والآخر يرتدي ثياب النساء، وقد انكفأ على وجهيهما فوق الصخور. إنهما هيكلان عظميان، هيكلان عظميان يرتديان ثياب الرجال والنساء، ولكن ترى من الذي نقلهما إلى هذا البرج؟ لا أحد. إذن كيف؟ إن هذا الرجل وهذه المرأة قد ماتا منذ سنوات في أثناء وجودهما في البرج، وظل في مكانهما حتى أكلت الغربان لحومهما، ولم يفتضح أمر هاتين الجثتين لسبب ما، كأن تكون زيارة هذا البرج محظورة على غير أصحابه، أو يكون درج السلم المؤدي إلى البرج قد تهدم. فهتفت هوريتس وهي ممتقعة الوجه مرتجفة الأوصال. ولكن هذا مخيف، هذا مخيف. وبعد نصف الساعة تقريبا برحت هوريتس دانييل وسيرجي ريني قصر هالينجر، وقصد لتوهما إلى حيث يوجد البرج الذي اكتشف فيه الهيكلين العظميين، فألفياه أطلالا ووجد أن من الخطر محاولة الصعود إليه. وقد أدهش هوريتس أن ريني لم يتحدث بعد إذن عن هذين الهيكلين، كما لو كان أمرهما لا يهمه ولا يعنيه. وعندما دلف إلى أحد المطاعم في الطريق لتناول الطعام، لم يحاول ريني كذلك أن يسأل صاحب المطعم عن ذلك القصر وعن سر إهماله وإغلاقه. أما هوريتس فإنها لم تستطع ضبط شعورها والتغلب على فضولها، فراحت تلقي على صاحب المطعم عشرات الأسئلة، ولكن الرجل أكد لها أنه أنشأ المطعم في تلك البقعة حديثا، وأنه لا يعرف اسم صاحب القصر والأملاك المحيطة به، ولا يعرف شيئا عن أسباب إغلاق القصر وإهماله. وعاد الاثنان إلى قصر لاماريز، وظلت هوريتس طوال الوقت تذكر ذلك المنظر البشع المخيف الذي شهداه في البرج، وتلقي على ريني السؤال تلو السؤال، ولكنه لم يجبها بما يشبع فضولها، فتملكها الضجر وصاحت: ألا تنوي التفكير في الأمر؟ لابد من الوصول إلى... نعم، لابد من الوصول إلى حل فيما يختص بمسيه روسيني. فهزت كتفيها وقالت: بل إنني يهمني أمر الهيكلين العظميين أكثر مما يهمني أمر روسيني. وروسيني؟ إنه يستطيع الانتظار، أما أنا فلا أستطيع. على رسلك إذن. وبعد، فمن المحتمل ألا يكون روسيني قد فرغ حتى الساعة من إصلاح إطار سيارته، ولكن ماذا في نيتك أن تقولي له متى تقابلتما؟ ذلك هو المهم. بل هناك ما هو أهم من ذلك، هناك الهيكلان العظميان اللذان اكتشفناهما اليوم، هناك السر الغامض الذي يكتنف هذين الهيكلين، فماذا في نيتك أن تفعل؟ ماذا في نيتي؟ نعم، هل تنوي اختار ذوي الشأن بأمر الجثتين؟ فأغرق ريني في الضحك وصاح: ولماذا؟ لكي يطلعوا بحل هذا اللغز المعقد، فربما كشفوا عن جريمة أو مأساة. نحن لسنا في حاجة إلى معونة أحد لإماطة اللثام عن سر الجثتين. ماذا تقول؟ هل فهمت شيئا؟ بل فهمت كل شيء، كما لو كنت قد قرأت قصة طريفة مزينة بالصور. فرمقته من ركن عينها كأنها تشعر بأنه يهزأ بها، لكنها لاحظت من تقطيع وجهه أنه جاد فيما يقول. هاتفت في فضول: وإذن؟ وكان وقتئذ قد أشرف على قصر لاماريز، فقال البرنس ريني: لم يبقى إلا أن نقوم ببعض التحريات، وأن نسأل بعض الذين يعرفون هذا الإقليم حق المعرفة. فهل تعرفين شخصا نستطيع الاطمئنان إلى معلوماته؟ ولماذا لا نسأل عمي؟ إنه لم يبرح هذا الإقليم منذ نعمة أظفاره. هذا صحيح، سأستفسر من الكونت ديليروش، وسترين كيف تتبلج الحقيقة وترتبط الحوادث والمشاهدات. وافترقا عند القصر، فقصدت هوريتس إلى غرفتها، وهناك وجدت حقيبتها ورسالة غاضبة من روسيني يودعها فيها ويعلنها برحيله. قرأت الرسالة وهزت كتفيها وغمغمت:
لقد أحسن صنعا. وتناست مغامرتها معه وفرارها برفقته، وأصبحت لا تذكر إلا أن البرنس ريني، ذلك الرجل الغامض الغريب الأطوار، قد أوقفها على حافة لغز معقد، وتركها نهبة فضول لن يقر لها قرار حتى تشبعه. لحق بها ريني في غرفتها بعد قليل وقال لها: إن عمك في مكتبه، فهل تذهبين معي إليه؟ إنني اخترته بقدومي. فنهضت لساعتها وانطلقت في رفقته. قال لها وهما يسيران جنبا إلى جنب: لي كلمة أريد أن أقولها. عندما أفسدت عليك مشروع الهروب في صباح اليوم، قطعت على نفسي حيالك عهدا وسترين بعد لحظة أنني وفي بالعهد. إنك لم تعدني بأكثر من شيء واحد، هو أن تشبع فضولي إلى المغامرات والمفاجآت. سيكون لك كل ما تريدين. وجد الكونت دي ليروش وحيدا في غرفته، وأمامه زجاجة من الشراب، وقد ملأ كأسا قدمها إلى البرنس ريني، فاعتذر هذا عن قبولها. قال الكونت محدثا هوريتس: ألا تتناولين كأسا من هذا الشراب؟ إنك تعلمين أنني لا أسرف في الشراب إلا في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، وإلا في هذا اليوم بصفة خاصة بمناسبة افتتاح موسم الصيد والقمص. ولكن حدثيني، هل كانت نزهتك مع البرنس ريني ممتعة؟ فقال ريني: إننا جئنا الآن بصدد أمر يتصل بهذه النزهة ونود أن نحدثك فيه. أرجو المعذرة، لأنني مضطر إلى الذهاب إلى المحطة بعد 10 دقائق لاستقبال إحدى صديقات زوجتي. 10 دقائق فيها الكفاية وأكثر من الكفاية. إذا كان ذلك فلا مانع. وأشعل لفافة تبغ واستطرد: حسنا، تحدث بما تريد. فقال البرنس ريني وهو يشعل بدوره لفافة تبغ: لقد ساقتنا المصادفات اليوم إلى قصر لا شك أنك تعرفه حق المعرفة، وأعني به قصر هالينجر. نعم، إني أعرف هذا القصر، ولكنه مغلق منذ ربع قرن على ما أذكر، ومما لا شك فيه أنكما لم تستطيعا دخوله. بل استطعنا، إذا صح ذلك فلا بد أن الزيارة كانت مسلية. كانت مسلية جدا، وقد وقفنا على أشياء غريبة. فسأل الكونت وهو ينظر إلى ساعته: أشياء غريبة؟ ماذا تعني؟ وهنا راح البرنس ريني يسرد عليه تفاصيل الزيارة: إننا دخلنا القصر ونفذنا إلى غرفة استقبال، لولا نسيج العنكبوت لظننا أن أصحابها تركوها في التو واللحظة، وما كدنا ندخل هذه الغرفة حتى دقت ساعة الجدار 5 دقائق. فقاطعه الكونت: إنك تسهب في ذكر التفاصيل. إنك لم تقف بعد على كل شيء يا سيد الكونت، فإننا بعد أن تركنا غرفة الاستقبال قصدنا في التو إلى برج القصر، ومن هناك رأينا جثتين، أو على الأصح رأينا هيكلين عظميين في برج متهدم يقع ضمن حدود القصر. وقد عرفنا من الثياب التي كان صاحب الهيكلين يرتديانها أن أحدهما رجل والآخر امرأة. فهتف الكونت: قتل؟ وماذا يحملك على الاعتقاد بأنهما قتل؟ مجرد الظن، أليس كذلك؟ بل أنا واثق أنهما قتل، ولهذا جئت أسألك عن تفاصيل هذه المأساة التي أرجح أنها اشتهرت في عهد حدوثها، أي منذ 20 سنة تقريبا. أنا لم أسمع قط عن جريمة قتل أو حادث اختفاء يجوز أن تكون له صلة بالمأساة التي تذكرها. فقال ريني بلهجة الشخص الذي يشعر بخيبة الأمل: وسفاء، كنت أرجو أن أقف منك على شيء من التفصيلات. في هذه الحالة أرجو المعذرة، سأنطلق الآن إلى المحطة لاستقبال صديقة زوجتي. وألقى على هوريتس نظرة فاحصة ثم قصد إلى الباب، ولكنه توقف في الحال حين سمع صوت ريني وهو يقول له: أليس في استطاعتك يا سيدي
أن تدلني على شخص من أسرتكم يستطيع إمدادي بالمزيد من المعلومات والإيضاحات. شخص من أسرتي؟ لماذا؟ لأن قصر هالينجر كان في ذلك العهد ملكا لأسرة ديليروش، فالشعار الذي وجدناه على الستائر وقطع الأثاث يمثل نسرا قابعا فوق صخرة، وهو شعار أسرة ديليروش. وهناك ظهرت على وجه الكونت علامات الدهشة وعاد إلى حيث كان ريني جالسا في ارتياح وهدف. ماذا تقول؟ إنني كنت أجهل هذا. فهز ريني رأسه وقال وهو يبتسم: أنا واثق يا سيدي أنك لا تريد أن تعترف في سهولة بوجود صلة قرابة ولو بعيدة بينك وبين صاحب قصر هالينجر. هل تعني بذلك أنه رجل جدير بأن يتبرأ منه ذووه؟ إنه ارتكب جريمة قتل يا سيدي. ماذا تقول؟ وظهرت على وجه الكونت علامات الاضطراب والانزعاج، فنهضت هوريتس بدورها واقفة بدافع الفضول والانفعال وقالت تحدث ريني: هل أنت واثق حقا من أن في الأمر جريمة قتله وأن شخصا من أهل القصر قد ارتكب هذه الجريمة؟ إنني واثق تمام الثقة. هل لديك من الأسباب ما يحملك على هذا الاعتقاد؟ أنا واثق مما أقول لأنني أعرف الرجل والمرأة اللذين قتلا وأعرف أسباب قتلهما. وكان البرنس يتكلم بلهجة رزينة، فأخذ الكونت ديليروش يسير في الغرفة جيئة وذهابا وهو مطرق برأسه ويده معقودتان خلف ظهره، ثم قال أخيرا: لقد كنت دائما أشعر بأن أمرا غير عادي قد حدث في هذا القصر، ولكني لم أحاول قط معرفة ما حدث. والواقع أن أحد أقربائي كان يقيم في هذا القصر منذ 20 سنة تقريبا. فإذا كنت واثقا مما تقوله يا سيدي البرنس، فإنني أرجو حرصا على سمعة الأسرة وكرامتها أن يبقى في طي الكتمان أمر هذه الجريمة التي كنت أرتاب في وقوعها دون أن أعلم علم اليقين بأنها وقعت. وإذن أنت تقرر أن قريبك هذا قد ارتكب جريمة قتل؟ إذا كان قد ارتكبها فأكبر الظن أنه فعل ذلك مرغما. فهز ريني رأسه وقال: يؤسفني أن أضطر إلى تصحيح هذه العبارة يا سيدي العزيز، إذ الواقع أن قريبك ارتكب الجريمة في ظروف وأحوال تدل على النذالة، بل إنني لم أقع قط على جريمة دبرت ببرود ورباطة جأش كما دبر قريبك جريمته. وكيف علمت ذلك؟ وهكذا حان الوقت الذي يتعين فيه على البرنس ريني أن يتكلم وأن يفصح بما عنده. فنظرت إليه هوريتس في فضول وراحت ترقب شفتيه في انتظار كل كلمة ينطق بها. قال ريني: إن جميع الشواهد تدل على أن قريبك هذا كان متزوجا، وكان يقيم على مقربة من قصره زوجان آخران، فتوثقت أواصر الصداقة بين الأسرتين، ولا أعلم على وجه التحقيق ما حدث بين الأسرتين ولا من هو الشخص الذي جلب الشقاء عليهما، ولكن هذا ما يحملني على الاعتقاد بأن زوجة قريبك قابلت أو كانت تقابل الزوج الآخر، أعني زوج جارتها وصديقتها، في البرج المتهدم الذي ارتكبت فيه الجريمة. وقد علم قريبك بخيانة زوجته فصمم على الانتقام، ولكن بطريقة لا تثير فضيحة ولا تلوث اسم العائلة وسمعتها، وبحيث لا يعلم أحد أن الزوجة الخائنة وعشيقها قد قتل. تذكر قريبك أن بالقصر برجا يشرف على البرج الذي اعتادت الزوجة الخائنة وصاحبها أن يجتمع فيه، فأحدث في جدار برج قصر هالينجر ثغرة حجبها بمطرقة باب قديم، وراح ينتهز الفرصة لمراقبة العاشقين من خلال هذه الثغرة بواسطة منظار مكبر. وأخيرا قرر الزوج المهان أن يضرب الضربة القاضية، ففي يوم 5 سبتمبر منذ 20 سنة حانت له الفرصة المناسبة، إذ كان القصر يومئذ خال من الخدم، وكان العاشقان يتناجيان في البرج المتهدم.
فصوب إليهما بندقيته وأرداهما قتيلين. وهنا كف البرنس ريني عن الكلام، فساد صمت عميق. بدده الكونت أخيرا بقوله: هذا صحيح، هذا ما وقع تماما، ولا سبيل إلى نكرانه، وبهذه الطريقة انتقم قريبي من زوجته الخائنة. واستطرد ريني. وبعد ذلك أنفذ القاتل خطته، حجب الثقب بواسطة المطرقة، ولم يبقى عليه بعد ذلك إلا أن يبرر اختفاء زوجته، ولم يكن أسهل عليه من أن يزعم بأنها هربت مع عشيقها. وهنا مرت بجسد هورتس كشعريرة شديدة، حيث تبلجت لها الحقيقة وأدركت الغاية التي يذهب إليها ريني، وهتفت: ماذا تقول؟ أقول إن قريب الكونتي بعد أن قتل زوجته راح يتهمها بأنها فرت مع عشيقها. فصاحت هورتس: كلا كلا، لقد قال لك عمي أن صاحب القصر كان أحد أقربائه، فلماذا تخلط بين الحوادث؟ إنني لا أخلط بين الحوادث يا سيدتي، إذ الواقع أنه لم يكن ثمة حوادث، بل هناك حادث واحد، وقد سردت تفاصيل هذا الحادث كما وقع. فتحولت هورتس إلى عمها، ولكن الكونت لازم الصمت، وسألت نفسها: لماذا لا يتكلم؟ لماذا لا يحتج؟ ألا يرى دقة مركزه؟ ألا يشعر بأن التهم التي وجهها إليه البرنس رينين صريحة، لأنه الوحيد الذي فرد زوجته دون أعضاء أسرة ديلاروج جميعا؟ استطرد ريني قائلا: نعم، لم يكن هناك سوى حادث واحد، ففي الساعة الخامسة من مساء يوم الخامس من سبتمبر منذ 20 سنة أغلق صاحب قصر هالينجر أبواب قصره، وانطلق بدعوى البحث عن زوجته وعشيقها. هجر القصر وترك كل شيء فيه على حاله، ولم يحمل معه سوى البندقية التي ارتكب بها جريمته، ولكنه تذكر في اللحظة الأخيرة ذلك المنظار المكبر، وأشفق أن يؤدي العثور عليه إلى اكتشاف الجريمة، فألقى به في صندوق الساعة المثبتة بالجدار، فأوقف المنظار بندول الساعة. ولما حاولت اليوم فتح باب غرفة الاستقبال عنوة، أحدث ارتطامي بالباب هزة عنيفة، فسقط المنظار من مكانه حيث كان عالقا بالبندول. فاستأنفت الساعة عملها ودقت 5 دقائق، فأعلنت بذلك الوقت بالضبط الذي فر فيه القاتل من القصر. فصاحت هورتس: والأدلة؟ إنني أطالبك بتقديم الأدلة. فأجاب ريني بلهجة جادة: تريدين الأدلة؟ إنها كثيرة. من ذا الذي يستطيع قتل غريميه على بعد 700 متر غير شخص شغوف بالصيد والقنص يجيد إصابة الهدف؟ أليس كذلك يا سيدي الكونت؟ هل تريدين دليلا آخر؟ لماذا أبقى صاحب القصر كل شيء على حاله؟ فلم يحمل معه غير بندقيته؟ ولماذا جعل القاتل يوم 5 سبتمبر من كل عام موعدا لافتتاح موسم الصيد في أدغاله وغاباته، وراح يصرف في هذا اليوم دون غيره من أيام السنة في تناول الشراب وغيره؟ إنه فعل ذلك لينسى الجريمة التي يتراءى له شبحها، ويمتلئ بها ذهنه في مثل هذا اليوم من كل سنة. أتطلبين المزيد من الأدلة يا سيدتي؟ ها هو ذا الدليل الحي. وأشار بإصبعه إلى الكونت ديلروج. كان الكونت ممتقع اللون خائر العظيمة، لا يجسر على أن يرفع عينيه إلى وجه الرجل الذي راح ينبش الماضي بتلك المهارة العجيبة. وأطرقت هورتس برأسها، لم تشعر نحو عمها بشفقة، لا لأنها لم تكن تحبه، بل لأنه كان لديها من الأسباب ما يحملها على مقته وكراهيته. وساد الصمت لحظة، وفجأة نهض الكونت واقفا واقترب من ريني وقال له: سواء كان ما ذكرته هو الحقيقة أم لم يكن، فإنك لا تستطيع أن تصف الزوج الذي ينتقم لشرفه بأنه قاتل. فأجاب البرنس ريني: صبرا يا سيدي الكونت، إنني لم أسرد هذه القصة إلا بصفة تمهيدية، ولكن هناك صيغة أخرى للقصة أقرب إلى الحقيقة والواقع مما ذكرت. ماذا تعني؟
أعني أن الزوج لم ينتقم لشرفه كما زعمت أولا، بل هناك مجال للافتراض بأنه كان رجلا مفلسا وقد أراد أن يسطو على أموال صديقه كما سطى على عرضه، فقرر أن يتخلص من زوجته ومن صديقه في وقت واحد، وبذلك يخلو له الجو فيقترن بزوجة صديقه ويستمتع بأمواله. ولذلك أغرى زوجته وصديقه على زيارة البرج المتهدم، ثم قتلهما برصاص بندقيته واقترن بالأرملة. فصاح الكونت: كلا كلا، هذا كذب. إن في استطاعتي أن أقيم الأدلة على صدق ما أقول، والدليل المنطقي الأول هو أن القاتل لا يمكن أن يشعر بالندم ووخز الضمير إذا كان قد عاقب المذنب بقتله. إن الإنسان يشعر بالندم إذا ارتكب جريمة قتل مهما كان الدافع إلى الجريمة. وهل يدفع الندم والقاتل إلى الاقتران بأرملة ضحيته؟ إن لنا أن نتساءل هل كان الكونت مفلسا والأرملة غنية حين تم زواجهما؟ ولنا كذلك أن نتساءل هل كانت هناك علاقة أثيمة بين القاتل والأرملة دفعتهما إلى قتل الزوج لكي يخلو لهما الجو؟ نعم، إن هناك عشرات من الأسئلة لا تهمنا في الوقت الحاضر، ولكن رجال العدالة يستطيعون معرفة الجواب عليها إذا أرادوا. فترنح الكونت ديليروش في مكانه وغمغم: هل ستخطر رجال العدالة؟ كلا، إن وخز الضمير 20 سنة والشقاء العائلي والجحيم الذي يعيش فيه القاتل كان ذلك في اعتقادي عقوبة كافية، ولعل من أشد العقوبات وأهولها أن يضطر القاتل الآن وقد افتضح أمره أن يفزع إلى الهيكلين العظميين فيحملهما بين يديه تحت جنح الظلام ويواريهما التراب قبل أن يقع عليهما شخص آخر لا يقدر ظروفه فيسوقه إلى أيدي العدالة. فتنهد الكونت وغمغم: إذن لماذا؟ إذن لماذا اهتممت بالأمر؟ لابد أن تشعر بأنني أرمي من هذا الاهتمام إلى غرض، ولكن لا تجزع، إنني لن أطالبك بما يعجزك. وهنا تنفس الكونت الصعداء وشعر بأن النضال انتهى ولم يبقى عليه إلا أن يضحي ببعض ماله فيستر جريمته بشراء سكوت البرنس رينيه، وسأله في شيء من التهكم: كم تطلب؟ فضحك رينيه وقال: يسرني أنك فهمت الموقف على حقيقته، وفقط يجب أن تعلم بأنك تخطئ إذا اعتقدت أنني أسعى لغرض شخصي. فدهش الكونت وسأل: وإذا؟ كل ما أطالبك به هو أن تعطي صاحب الحق حقه. لا أفهم ما تعني. فانحنى ريني إلى الأمام وقال بلهجة حاسمة: توجد في أحد أدراج هذا المكتب وثيقة ينقصها توقيعك، وهذه الوثيقة خاصة بجزء من أملاكك يراد تحويله إلى ابنة أخيك هوريتس دانييل، وقيمة هذه الأملاك تعادل المبلغ الذي تركها أبوها لها فبددتها أنت، وكل ما أريده منك الآن هو أن تضع اسمك على هذه الوثيقة. فرفع الكونت رأسه بحدة وبدت عليه علامات التمرد: هل تعرف قيمة الأملاك التي يراد مني النزول عنها؟ لا أريد أن أعرف. وإذا رفضت؟ إذا رفضت فإنني أطلب في الحال مقابلة الكونتيس ديليروش، فهي قد يهمها أن تعرف مصير زوجها الأول. كان التهديد صريحا، فلم ينتظر الكونت أكثر من ذلك ونهض في الحال إلى أحد أدراج المكتب ففتحه وأخرج منه وثيقة مطوية فبسطها أمامه ووقع عليها بإمضائه، ثم قدمها إلى البرنس وهو يقول: إليك الوثيقة وأرجو. أنت ترجو ما أرجوه، فكلانا يتمنى ألا يرى وجه صاحبه بعد الآن. إلى اللقاء يا سيدي، سأرحل في المساء وسترحل ابنة أخيك غدا. وخرج وتبعته هوريتس، ولما وصل إلى غرفة الاستقبال لم يكن بها أحد. قدم ريني الوثيقة إلى صاحبته وسألها في رفق: والآن هل ما زلت ناقمة علي؟ فمدت إليه يدها وغمغمت: إنك أنقذتني من روزيني ورددت إلي أموالي وحريتي، فأشكرك من أعماق قلبي. إنني لا أطالبك بالشكر،
لقد كان كل غرضي في بداية الأمر أن أدخل شيئا من السرور والتسلية على نفسك الحزينة، فهل تعتقدين أنني وفقت؟ كيف تلقي علي مثل هذا السؤال؟ لقد مرت بي يوم دقائق لن أنساها، وأصبحت أعتقد أن الحياة لا تكون حياة بمعناها الحقيقي إذا أكفرت من المغامرات. إذا كنت تريدين هذا الرأي وتعتقدين أن المغامرة هي الحياة، فتعالي معي وساهمي في مغامراتي، فإذا وقعت بالغريزة أو بالمصادفة على أثر جريمة من الجرائم فاشتركي معي في كشف غوامدها، وعاونيني على الترفيه عن آلام الناس ومتاعبهم، فهل توافقين؟ أوافق من كل قلبي. تمت بحمد الله.